السلام عليكم أيتها الأمة العربية. شو البداية هذه؟ المهم كيف الحال يا شباب؟ مساكم طيبين، بشرون عن حالكم. اليوم بقطعنا فورتنايت يا شباب، ونستمر بالاعتذار لرعاية باتل فيلد. اللعبة فيها مشكلة كبيرة يا شباب، إن شاء الله راح ننزل عنها مقطع. اليوم بنزل مقطع باتل فيلد راح أقول لكم المشكلة الكبيرة بيني وبينها. المهم نرجع لفورتنايت. أكيد مثل ما شفتوا يا شباب، الجيم اللي راح انجلت آخر شيء، وصلت المركز الثاني، وجاني واحد لربما ما أقدر أقول نوب، لكن لربما كان نوب، وطلق عليه طلقة ذكية ما شاء الله وذبحني. وهذا ترى مو شيء طبيعي. مثل ما تشوفون يا شباب، أنا ترى مو مرة مدمن فورتنايت، لكن يعني ألعب كذا قيام فورتنايت. فزت 12 مرة سولو فقط من مجموع تقريبا 500 جيم لعبت سول. الزبده مثل ما تشوفون 95 مره وصلت توب 10 تقريبا 70 مره يا شباب، 70 مره وصلت التوب 2 اللي هو المركز الثاني، واموت دائما علشان يمدرعم اكون ذابح الثالث والرابع، يجيني الاول اللي هو بالاساس يكون منخش ويعطيني طلقه وينهي مسيرتي. والسلام عليكم حبيبي. الو يا شباب، هذا السكن الجديد يا شباب، سكن مجاني. اذا تبون انزل عنه مقطع كيف تحمل السكن او تنزل السكن، ترى بسيطة جدا. اذا تبون قولوا لي بالتعليقات. انا اشهد انه سكن مجرم يا شباب، سكن يخوف الواحد كذا، تقابله بوجه بوجه تخاف. ما شاء الله يعني لابس نفس جاكيت اسود، لكن هو اسود. المهم خلينا نكمل المقطع. فاليوم باذن الله راح احاول اني افوز جيم. الجيم اللي شفته قبل شوي هذا اول جيم لعبته، اول جيم لعبته بسكن. هذا الجيم الثاني بحاول افوز، واذا ما فزت يعني بوريكم كيف حظي خرا فورتنايت. باك باك مان شيت. اوكي تايتل تاور، تايتل تاور، تايتل تاور، اندرم تايتل تاور يا حبيبي. هو مان، ما في احد يا شباب. ما في احد، مستعيل تايتل تاور، ما في احد، مستعيل. اوكي في واحد نزل فوق، اوكي ذبحه يا حبيبي. انا بنزل انا. لا لا لا، اجي بيجيني بيجيني بيجيني، طلق علي طلق علي. اتظن انك عندما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي. محاولة نمبر 2 يا شباب، لا نفقد الامل. يا غبي يا غبي يا غبي، تدري شو تسوي؟ تنزل كذا. شو تسوي؟ تكمل تنزل، تكمل تنزل تنزل، تدخل هنا لحالك، تلاقي شوتجن، ما تلاقي شوتجن، افتح هنا تلاقي سلاح، لازم تلاقي سلاح. يا ابوي حظ الخرا، يا ابوي حظ الخرا. انا مت انا مت انا مت. يا هو عطني فرد، هذه اخرتها فرد ثاني. تقفل عادي، يطلع لي بالباب. تقفل تقفل، انزل انزل انزل. يا الله ناقصني لاق انا. اطلع اطلع. حلو جوك، حلو جوك. الله 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 الله، اللي ذبحني راح ياخذ درعين. والله ما اخلي، والله ما اخلي اللي ذبحني ياخذ درعين. اشرب اشرب اشرب، والله ما اخلي حرب تطوفني. بس خل نعشق. وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات. اتظن انك قد طمست هويتي. يمكن اول ما ننزل الفرد سحبت عليه. ادري والله ادري 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 ادري، خوفي يلحقني ذا. الحقني صح؟ والله الحقني. الله 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 الله. قسم بالله يا بين، وش ذا الورعنة ذي؟ شبي مني ذا. لحقني، اوكي مو لحقني، الحقني. ابن امك تجيني، ابن امك تجيني. سكر الباب، قال انا بجلد هذاك اللي فوق واجيكم. والله باخذه عشان لا احد ياخذ. والله بجي انا. أقسم بالله، أقسم بالله أنا مسكين. أنا إيش قاعد أسوي؟ قاعد يكسر هنا يا شباب. مسكين قسم بالله، أول ما يكسرك أذبحه. أوكي. طيب من الذين، والله جيك. تي انطرني انطرني.
لابسني. والله كنت بجيب ام العيد دي بس. اوكي بس شكرا حبيبي، ده انا بحبكم كثير. يمكن عنده هذا. لا تعشق يا حمار. لا 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 هدي يا خو. انا ويا الحشرة. والله والله انت ايش المنوب اللي فيك؟ تعال 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 يا حلو. انت ذاك اللي تهاوشنا مع بعض. تاخر شوي. تكفى 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 تاخر شوي. ومحوت تاريخي ومعتقداتي. شكرا لكم، لقد اعطيتموني مواردا كثيره. والله مثل ما قلت لك مشكور. سكين هذا يسمونه سكين الرعب. يا جل الجلد ما هو بصاح. قال شنو؟ قال فيه معركه. والله اتدخل فيه واذبحكم انتم الاثنين. الحين بموت موت اخر. جاي جاي جاي. ابن لا 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 لا. يوم طلعت عليه الطلقة وشفته ما مات، أنا قلت أنا ميت. شكله ما يشوفني والله. اوكي ودي اصعد فوق اشوف اذا كان في. خوفي اني اصعد فوق اخشي يطلع فخ. ما يطلع في فوق. يلا جرب حظنا. لا والله كفو. طيب في احد لنا حوالينا؟ طيب ما في. ها بسم الله. طيب راح نمشي هنا عشان نلاقي ناس جايين من تلت التاور او شيء، عشان هذول اللي جايين من تلت التاور يقول عندهم موارد كثيرة. صوته كنت بموت يا شباب. شكل المسافة كانت مرة بعيدة، فضل اني ما استخدم الشدين. اقول خلني الحق على حالي اعبي شويه دم، لاني توني ذابح ثلاث اشخاص ناويين انهم يجدوني. انا قلت لكم انا ناوي الاقي ناس. الحمد لله لقيت ثلاثه.
شو هذا اللي قاعد اطالعه؟ يومين بالله درعموا عليه، واحد من تحت وواحد من فوق. درعموا عليه؟ يعني هناك اربعه وانا الخامس، اوف الباقيين كلهم هناك. اوكي يا شباب، انا داخل الدائرة، الباقيين كلهم هناك الثلاثة. اتوقع نذبحوا اثنين، ما بقى الا ثلاثة، يعني ما بقى الا اثنين، واحد هناك واحد اتوقع بعد عنده. اذبح عيد بعد بعد. السلام عليكم. عبثا تحاول، لا فناء لثائر، انا كالقيامة ذات يوم آت. مع اني ما حسيت اني سويت شيء مثل الجيم اللي اول اللي مت دعست فيه دعس، لاني ما درعمت مرة صراحة، ما درعمت مرة. الدرعمة خلي تكون 50%، ما تكون 100%. لو الدرعمة 100% راح تموت موتة غبية، راح يجيك واحد وانت هيلثك ما بقاله الا شوي وتوك داعس واحد اوف يقضي عليك. المهم يا شباب، يعطيكم الف عافية على المشاهدة، ان شاء الله يعجبكم المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، واذا عندك شيء تبي تنصحنا فيه لا تنسى انك تكتب تحت التعليقات، ولا تنسى تفعل زر التنبيهات عشان يجيك كل مقطع جديد. بس يا شباب، يعطيكم الف عافية على المشاهدة، السلام عليكم.